السلام عليكم ورحمة الله بنات شباب، إن شاء الله تمام. معاكم ناصر من قناة ناصر شباب. طبعا يا اخوان، نزلت أول جيم كله في ديوتي. الجيم كان كثير كثير حلو، يعني كان في تحشيش وضحك وجلد بنفس الوقت. جبت 18 كل، وزي ما تشوفوا بأول الفيديو إنه ظل آخر واحد تواجهت أنا وياه، وما راح أحكي من اللي قتل. انتوا فوتوا وشوفوا الفيديو، وإذا عجبكم لا تنسوا الاشتراك واللايك وشكرا. رجعنا يا اخوان في فيديو جديد من الجلد والجلدات. هذه كالعادة يعني راح ننزل نفس المكان. قاعدة الجلد نسميها قاعدة الجلد. هاي خلاص سمي حلي جلدات والله. نبي لي صح ولا لا؟ نبي لي شو اسمه لقب الجلد والله. اخوان اكتب لي بالتعليقات اذا شو اسمه جلاد لا بقلي ولا لا. كولي احكولي عندي، راح اتقبل رايكم واراءكم. ثقف سيري. خلي هاي الذبانة بس تشتغل واطلقها، نسميها ذبانة هاي. استنى 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 افكح 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 افكح. ما ايش درع. لا حلو حلو حلو. لا 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 واو تاخذه. لا 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 بعبي هاي. ابلع ابلع حلو. حد الان انا زينة. كل هذا وايش ما ادري. فتخيلوا كان ما ادري شو كان سويت. تخيل بس تخيلي يعني. ايوه هات خش خش علي بالزاكي يا كبير خش هات. لا هات هات تصلح هات هات تصلح هات. خلينا نلوت يا عمي. وين راحت الذبانة؟ ايه ابلع. يعني انا زلت من يومي. صوت ابلع حبيبي. ليش حكي اسمك؟ متعاجز احكيه لا انا بعرف شو بس ما بدي. لازم نروح عشان بالانجليزي او اشي. لا ايه انتو بتطخوا منطقتي. شو هذا سكوب اربعة؟ لا لا شو فيه. استنى مش قادر ارجع عشان اخذ سكوب ديكلات. روح روح وانا بعرف روحي.
ايه والله انه الكلات اليوم بتسلم. سعد الله ابلعوا ولكم ابلعوا. هو اخوان حرام اموت. ابلع ابلع سعد اوك شوات. ساكل كلهم ورا بعض يا اخوان. شو اسوي انا؟ ايه طخ. عمي انا خلص عن جد، يعني انا مش عارف شو، مش عارف شو بدي احكي صراحة. يعني بدي اترك الحكي لكم مش دي. والله انه جلد جلد، يعني مالي الحرف، هذا سمي حالي جلد. شو رأيكم؟ جلد كله في ديوتي. لا لا يا حدق، لا يا حدق، هذا شكله معلم ابن سوريا. بس ابن سوريا مع كل في ديوتي، بس انا ايش اتره، فاتره شو بيسوي. لف لابن سوريا زي هيك واقتله. بس تزعل ابن سوريا. الله اني لعيب، يعني صراحة بدون تفاخر، بدون تفاخر، بس انا لعيب يعني. يحتاش الكل هاي الذبانة بتروح بضلهاش ابدي. تمام بتروح بس مش هيك. تعال وينك؟ ام طلعوا. بقدر اجيبها انا بس ما بدي. دروع الزون ليش اضيع عليها طلق؟ يلا اخوان هيك 11 كل، يعني انا هدول هيك لسه بنفس المنطقة، لسه ما تحركت. هاي اني بدي اتحرك. طلعوا. الله انه هاي الشغلة حلوة. ايه دروب هاد في الدروب كيف شكله؟ حديدي بيجي. دروب بصلي. خلينا نروح احسن. ماشي يا الدروب. يا ساتر ذباني، ذبان علي. اوه شفته شفته، هذا ايمه حلو لك. انا راح اموت خلص. يلا ذباني روحي. في شب هون، روح تتفرج علي. طيب خلاص. يا ساتر ايه
اموت اسبق الناس. يا حيف. عبي 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 كبير. عبي عبي بدم لا قافي. ايوه هذا الاحسن ما اواجهه انه راح يلعن واللي نفضني. شو بسوي؟ روح للخطة بي. خطة بي شو بتحكي؟ افكح يا كبير روح. ناس قدامي خلص مدامهم. تروح شهاد والله انه شطب يا اخي. هاي الذبانة مش دايما بتفهم مين. وين الثاني؟ لا حلو حلو. نروح نبلع. هلا معلم. استنى هذا بده يتفجر. هذا انا بقول خلي الطلق اللي احسن. ايه في واحد جوا. ابلع يا ساتر. ايه هذا شكله قصته قصة. في البيت عندي عندي هذا الصف اجيك وش اعمل فيه. ركاض علي ركاض. شفتوا وش حكيت لكم. ابلع 16 كيل. وين هذا حبيبي؟ ابلع ظل واحد ظل واحد يا اخوان. ثواني شوي. تعبت انا من كثر الجلد. شو هاد يا اخوان؟ يا ساتر. صدمة كبيرة كبيرة كبيرة. الله يا اخوان فيه شو اسمه فاعل هذا هكر هكر ديوتي يا اخوان. والله حرام يعني شفتوا شو اسمه 18 كيلو حركت السيرفر كله يعني حركته بقدها. ازمن على اللي نفضك يا ابن الحلال. يلا نسيبه يلا اخواني. يفكم سنة هذا المقطع دازبكم الجلد الجلدات. لا تنسوا لايك والاشتراك وشكرا.